وانت جبت الثقه دي منين؟ عشان انا حصل لي عكس اللي حصل لك، وده اللي جابني هنا. حصل لك ايه؟ كنت زمان مهندس ومقاول قد الدنيا، عيلة كبيرة ليها اسمها، اتجوزت بنت عمي، جابت لي بنتين وولد، وبعد 10 سنين جواز اكتشفت انها بتخوني. وعرفت ازاي؟ حسيت الست لما تخون جوزها بتتغير وتبقى مش على بعضها، واي راجل عنده ذره احساس يقدر يعرف كده. وبعدين تعبتها، مشيت وراها في كل حته زي المجنون، لغايه ما اتاكدت انها بتخوني. عارف كانت بتخوني مع مين يا نادر؟ مع مين؟ مع المساعد بتاعي. عيله صار بينها كنت هتجنن، عملت غلطة أفضل أدفع ثمنها طول عمري. غلطة إيه؟ الشيطان ركبني، خدته في حتة مقطعه وقتلته. كنت عايز أقتلها هي كمان، بس البوليس طب وقبض عليا، ملحقتش أنفذ الخطة اللي في دماغي. بس مش عارف ده سوء حظ ولا حسن حظ. أكيد ربنا ليه حكمة في كده. بس في المحكمة ما عرفتش أدافع عن نفسي، قعدت أصرخ وأقول يا ناس أنا بدافع عن شرفي، يا ناس دي خانتني. ما عرفتش أثبت الخيانة ولا أثبت علاقتها بالوقت ده. ودوني 25 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأهم بقى من كل ده أهلي، العيلة الكبيرة العظيمة. قالوا عليا مجنون ومهووس، بس هتجرأ واتهم صاحبة السون والعفة في شرفها وانسى انها بنت عمي. قطعوني يا نادر، وعيالي كمان قطعوني. الست الشريفة بقت كل اللي وراها واللي قدامي، وخدت الاهل وسافرت. قالت انا ما اقدرش اعيش هنا بعد اللي حصل. مش يمكن كنت ظالمها يا عم رجب؟ انت كمان بتقول كده يا نادر؟ انا بقول يمكن يعني. بص يا نادر، لو في احتمال ان مراتي ما خانتنيش، يبقى في احتمال ان مراتك خانتك. فاهمني؟ فهمتك. عشان كده انت مصدقني؟ عشان كده عايزك تسمع مني النصيحة دي. صدق احساسك وامشي وراه، لكن لو في لحظه حسيت انك غلط ما تكبرش وما تغمضش عينيك. انا متاكد ان حنين مظلومه، بس اللي هيجنني اللي حصل ده. حصل ازاي وليه؟ ما تصعبهاش على نفسك يا ابني. طول ما انت هنا في السجن مش هتعرف تعمل حاجه. صح، الأسئلة اللي في دماغي مش عارف أجاوب عليها طول ما أنا هنا. بس أنت خلاص قربت تخرج، عشان كده بقى أنا عايزك المدة اللي فضلالك تمشي جنب العيط لغاية ما يحلها الحلال. إن شاء الله. بس أنت حكايتك دي صعبة أوي يا عم رجب. أنت اتخنت من أقرب الناس ليك وخسرت كل حاجة في الدنيا. والله بطل، انت لسه عايش وبعقلك. الدنيا مليانه بلاوي يا نادر، واللي يشوف بلاوي الناس تكون عليه بلويته يا ابني. بس نصيحتي ليك، مش شرط تكون صاحب حق عشان تدافع عن حقك. والحق عايز قوه ومخ وهدوء، واهم من ده كله محتاج صبر. سامعني؟ محتاج صبر يا نادر.
يلا يا خالتي، ولا نسيتي حاجة؟ نسيت عمري كله هنا يا جهة. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب. وحيدي الله بقى. لا إله إلا الله. خلاص يا منادر. خلاص يا حاج، مفاتيح اهي، ولو انك جيت عليا قوي في الفلوس. ليه يا منادر؟ ده ربع مليون جنيه، ده انا لسه هفور الشقه وانضفها عشان اجوز الواد الحيله ده. بس واحده بنت حلال بجد يا منادر. اهو بدا يساعدك. جدع نادر، أنا قلت كده برضو، إنك لا يمكن هتصدق الكلام الفارغ اللي بيتقال على الحنين ده. ما اللي هيجنني اللي حصل ده حصل إزاي؟ هي المرحومة ما قالتلكش أي حاجة قبل كده؟ مرحومة؟ تصدق يا أستاذ، أنا لحد دلوقتي مش قادر أستوعب إن حنين خلاص مبقتش موجودة في الدنيا. العمر طويل ليك يا ابني، بس أنا مش عارف أرد جميلك إزاي بصراحة. كنت خايف لما أخرج من هنا معرفش أزورها. ودي تفوتني برضه، دي تفوتني برضه يعني. يعني تحرم منها وهي عايشة، وتحرم منها وهي ميتة. هم وافقوا ازاي؟ يعني كل حاجة بالفلوس. منين؟ آخر مرة حنين قالت لي يعني إن الأمور مش ماشية معاك تمام. تصرفت يا أخي، تصرفت. أيوة تصرفت منين؟ وأنا غريب؟ ما أنا عارف البير وغطاه. بعت السلسلة، ارتحت بقى؟ ايه؟ سلسلة أحلام؟ حبك القديم؟ ليه كده يا أستاذ؟ كنت عايز نعمل ايه يعني؟ أعمل ايه؟ أسيبهم يدفنوها كده في مقابر الصدقة؟ منعرفلهاش طريق؟ بس أنا عارف يعني قد ايه السلسلة دي غالية عليك أوي. هي فعلا غالية عليا، بس برضه حنين غالي عليا قوي، والعلاقة اللي بينكم أغلى من اللي سيبها تدفن في قبر مجهول. ربنا يخليك ليه. بقولك يا نادر، أنا دفنتها جنب المرحوم أبوك، يعني أنا بروح أونسها لحد انت ما تطلع بالسلامة. بجد؟ طبعا طبعا. على فكرة بحكي لها على كل حاجة، كل حاجة. انت عارف انا هطلع من هنا وراح اقول لها على كل اللي حصل ده. تحب اقول لها حاجة معينة يعني؟ قول لها انها وحشتني قوي. أنا متأكد إنها شايفة وسامعة وحاسة بكل حاجة. بقولك يا نادر، يعني لو يعني اتأخرت عليك في الزيارة اللي جاية، لازم تزعل مني يعني عشان شايف الصحة مش مساعداني. ربنا يديك الصحة. بقولك لو يعني لو الأجل يعني ما شفناش بعض بعد كده يعني. ما تقولش كده على نفسك. أنا مغفل ليه يعني؟ كل أجل الكتاب. أهم حاجة أنا عايزك ما تخليش الدنيا تغلبك.
زي ما غلبتني انا بالظبط. اوعى اقف قدام منها، قاومها بكل عزمك وقوتك، ولازم ترجع حقك وحق مراتك. حاضر، بس عشان خاطري ما تقولش عن نفسك كده تاني. ايه سيدي، لو حصل يعني روح جنب حنين نطمن عليك سوا احنا الاثنين من فوق يعني. لا ان شاء الله هتعيش لحد ما اخرج من هنا، شفتي انا برد لها اعتبارها قدام الناس كلها. وشك بخير. لا خلاص، لا خلاص خلاص، البنزين خلص، انا تعبت كده، اريح شويه بقى. حرام عليكي، كنت بتهمدي الليله دي وكنت اجلت هده الحلم دي لبكره يا منيره. بطلي دلع يا نيه. دلع يا اختي، انت عارفاني بحب اخلص اللي ورايا اوام اوام. وبعدين ما احنا خلاص ما شاء الله خلصنا اهو، بطلي العطله دي. رايكوا قلتوا البت دي زوغت وسابتنا، بس والله ابدا كنت بحضر لكم العشاء. تسلم ايديكي يا ست البنات. ها قولوا لي بقى، عايزين نساعدكم في ايه؟ كتير، هتساعدينا هتتبسطي قوي. يعني ايه ما لقيتيش حاجه وانا سايباكي المده دي كلها عشان ترجعي تقولي لي ما فيش حاجه؟ كنت بتعملي ايه؟ انا قصدي اني ما لقيتش اي حاجه لادانته. ما فيش انسان في الكون كله ما عندوش حاجه تدينه، مش ملاك نازل من السماء هو على فكره. لا طبعا مش للدرجه دي، بس انا كل اللي وصلت له انه راجل اعمال شاطر ومشهور وشركاته كلها فوق مستوى الشبهات، بيشتغل في مجالات كتيره جدا ومعروفه وفي النور، ما عندوش اي مشاكل مع البنوك وما فيش عليه اي قضايا. قصه انه بيغسل فلوس؟ لا لا لا، مجرد اشاعه. اشاعه؟ والفلوس دي كلها بتاعته؟ منين بقى؟ لا طبعا مش بتاعته، المعروف عنه انه بيشغل فلوس ناس كتير جوه وبره مصر، بس كلهم ناس معروفه وسمعتهم زي الفل. والناس دي بقى بتدي له فلوسها ليه؟ اولا الناس دي مش حابه تكون باينه في الصوره لاسباب كتير، منها الضرايب، العلاقات السياسيه وحاجات تانية كتير. ثانيا بقى امجد معروف عنه انه بيزنس مان شاطر جدا. يعني ما وصلناش لحاجه. يعني هبلع على الراجل عشان ابقى وصلت لحاجه يا مدام نهال؟ اوكي يا رحاب. ايه اوكي يا رحاب، يعني خلاص كده؟ لا مش خلاص طبعا، كملي شغل. دوري بقى ورا الناس اللي مشاركهم دول، غالبا هتوصلي لحاجه. ولو اني مش متفائله، بس حاضر يا مدام نهال. ادخل. تعالى يا نهال. مساء الخير يا فندم. ازيك يا نادر، عامل ايه؟ خير، عاوزني في ايه؟ اتفضل. ايه ده؟ هديه. انت مش شايف ان انا كبرت قوي على النوع ده من الهدايا؟ لا يا فندم العفو، ده لابن سعادتك. بس سعادتك كنت قلت لي مره ان عنده 5 سنين. ايوه. تهيألي تبقى مناسبه ليه. انا عملتها له مخصوص. لو ان الولاد الصغيرين دلوقتي بيحبوا البلاي ستيشن والاكس بوكس، بس جميله قوي يا نادر. تسلم ايديك. الله يسلم سعادتك.
خير، في حاجه تاني؟ كنت عاوز اقول لك اني متشكر قوي على كل اللي عملته معايا في السجن. انت ابن حلال وتستاهل كل خير، ولو عايز تشكرني بصحيح اوعدني انك تنسى كل اللي فات وتبتدي من اول وجديد. حاضر يا فندم، بعد اذنك. اتفضل. مالك يا امجد؟ متضايق يا سهى، متضايق جدا من اللي حصل. جرى يا امجد؟ هي اول مره يعني؟ هو عشان مش اول مره، بس اوعدك يا سهى انها اخر مره امشي معاكي في السكه دي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني احنا قبل ما نسافر انا اتفقت معاكي ان انا مش هعرض نفسي للبهدله دي تاني. انت بتسمي العلاج بهدله؟ لما يقعدوا يمرمطوا فيا اربع شهور يبقى اسمها بهدله، ولما كل شويه يخترعوا لي اختراع، مره دواء ومره حقنه ومره تحاليل، وفي الاخر يقولوا لي احنا اسفين مفيش فايده، يبقى انا من حقي ان انا ما مشيش معاكي في السكه دي تاني. كل مره يقولوا لي احنا اسفين مفيش فايده. خلاص يا ادهم عبد، من فضلك اهدى شويه وبعدين نتكلم في الموضوع. مفيش بعدين، مفيش بعدين، انا عقيم، دي الحقيقه. انت بقى قدامك حل من اتنين، يا تعيشي معايا في الوضع ده او تسيبيني وتشوفي نفسك. انت عايز تسيبك بعد 10 سنين عشان موضوع تافه زي ده؟ حقك. وانا مش عايزه حقي ده، بس مفيش مشكلة لو لقينا أي حل تاني ممكن نحاول فيه. حل؟ بقولك مفيش أمل، مفيش أمل، افهمي بقى ومتضحكيش على نفسك. مش عايز أتكلم في الموضوع ده تاني. الفلوس دي ناقصة 100 جنيه. ما تعد كويس، هو أنا حسرقك في 100 جنيه يا زبالة؟ من غير طولة لسان. يا ابني الفلوس لسه جاية من البنك، انت بس اللي تلاقيك من كتر الضرب مش عارف تعد. انا هفوتها المرة دي بمزاجي، بس اعملي حسابك المرة الجاية الفلوس دي ما تنقص جنيه. المهم العملية الجديدة امتى؟ وانت مستعجل على ايه؟ الله يرحم لما جيت لي هنا قطة مغمضة. البركة فيك، وعلى رأي المثل ان عشقت عشق قمر وان سرقت اسرق جمل. لسه شوية، لما تيجي التعليمات هقولك. هتسهر معانا النهاردة؟ ماليش نفس، عن إذنك. والله هتقطع بينا نادر، اوعى تنسانا وما تجيش تزورنا. عيب يا نوكل انت اخويا. الساعة كام دلوقتي يا جماعه؟ فاكر يا نادر يا ابني اليوم اللي شفتك فيه في السجن هنا؟ قلت لك اطول ليلتين، اول ليله واخر ليله. خلاص يا سيدي، كلها كم ساعة وهنسلم عليك ونودعك يا غالي. ربنا يجازيك خير على اللي عملته معايا يا عم رجب. والله أنا مش عارف من غيرك كنت هعدي أيامي هنا إزاي. ما تقولش كده يا ابني، سيبنا شوية لوحدنا. ماشي يا عم رجب، أنا هقوم أنام وأسيبكوا تتكلموا مع بعض، والصبح إن شاء الله هسلم عليك قبل ما تخرج. تصبح على خير يا زميلي. وانت من اهل عمان. خير عم رجب؟ بص يا نادر يا ابني، ربنا وحده اللي عالم غلاوتك عندي قد ايه، عشان كده عايز اقول لك نصيحه تحطها حلقه في ودنك. انسى الماضي، ارميه على ظهرك. اللي حصل حصل، محدش يعرف يغيره. يبقى تايش، تفكر في ايامك الجايه، ما تخليش الماضي يا ابني يضيع المستقبل. ما اقدرش يا عم رجب. ما تقدرش ليه يا نادر؟ عشان حنين كانت ماضيه ومستقبلي. ايوه بس هي اكيد عايزاك سعيد ومبسوط. انا مش هرتاح غير لما اجيب حق مراتي وارد لها اعتبارها. يا نادر انت ما تعرفش اللي حصل. هعرف. هتعرف ازاي يا ابني؟ هتصرف. أنا ما صبرنيش على أيام السجن الطويلة دي، غير إني مستني أخرج وأعرف إيه اللي حصل بالظبط وأجيب لها حقها. طب افرض ما عرفتش؟ هفضل أحاول لآخر يوم في عمري. لو مت قبل ما أجيب لها حقها، مش هعرف أحط وشي في وشها يا عم رجب. أنت مصر يا ابني؟ ومفيش حاجة هترجعني على اللي في دماغي غير الموت. طب اسمع بقى، ما تخليش قلبك يغلبك. خد حقك بحرفانة،
واصبر واصبر يا نادر، وخلي بالك من نفسك يا ابني، مش عايز اشوفك في السجن تاني. ما تخافش عليا يا عم رجب، انا اتعلمت الدرس كويس قوي، ووعد عليا مهما حصل رجلي مش هتخطى السجن تاني. علي نزلتك لوحدك لحد ما الدنيا عملت فيك كده، بس والله والله بجيب لك حقك مهما حصل. الليل يا حنين، وانا لسه ما شبعتش بالقعده معاكي. انت عارفه الناس اللي بتخاف تيجي التراب بالليل دي ناس ما بتفهمش. هو في احلى من كده؟ الدنيا هاديه كانها ما فيهاش بني ادمين غيري انا وانتي وبس. انا لو عليا ما سبكيش وامشي ابدا، بس في حاجه في دماغي كده لو طلعت صح هتفرق معانا قوي. والنبي يا حنين اطلعي جدع وقولي لي ان اللي في دماغي مظبوط. يلا انا همشي بقى، اصل انا لو سبت نفسي بالرغي معاكي مش هخلص.
بكرة إن شاء الله هعدي عليكي وأقول لك عملت إيه بالظبط. اتفقنا؟ ادعي لي يا حنين. ماشي؟ سلام يا حبيبي. مش الكراسة معاكي ليه عشان اقراها؟ لا مش هتقرا الا لما تطلع من هنا بالسلام. عايزه احس انك كنت معايا في كل لحظه وانك ما سبتنيش ابدا. انت عارفه امي لو عرفت موضوع الكراسه دي اقل حاجه تطلب لك مستشفى المجانين. لا ما تخافش، ده سر بيني وبينك ما حدش يعرف عنه حاجه ابدا. طب افرضي بقى وقعت في ايديها بالصدفه؟ مستحيل، انا مخبيها في مكان لو مين مش عارف يوصل لها. فين؟ فاكر البنك بتاعنا اللي بنشيل فيه الفلوس؟ اه. انا حاطه الشبكه بتاعتي والكراسه دي هناك. على الله بقى ما يجيش حرامي يقلبهم ونقعد معاك جنبهم. انزل ادور عليه فين بس؟ هو عيل تيه. امال عايزنا نعمل ايه يا ابن اختي؟ نفضل قاعدين كده ومحناش عارفين ابن خالتك راح فين ولا جراله ايه؟ يا خالتي تلاقيه راح هنا ولا هنا؟ ولا انت اتلخبطتي؟ هو مش هيخرج النهارده؟ هو ايه اللي راح هنا ولا هنا؟ هو راجع من الرحله في القناطر؟ وبعدين انا متاكده انه هيخرج النهارده. ما تقوم يا محمود تدور على ابن خالتك وتشوفه راح فين. قوم يا محمود، عايزاني الف في الشوارع عليه حاجه ولا ايه؟ محدش قال كده، اسأل عليه في مديرية الأمن أو إدارة السجن وشوفه خرج إمتى. يا بنت الحاجات دي زمانها قفلت دلوقتي. الساعة 11 ونص. خلاص يا حبيبي، كتر ألف خيرك، أنا هقوم بنفسي أشوف ابني. خليكي يا منيرة قايمة بس تروحي فين؟ إيه؟ هقوم أدور على ابني، أنا أولى بيه. عاجبك كده يعني؟ أنت يا بنت تخلصي خالص، مالكيش دعوة بالموضوع ده. كنت دخلت لقيتني بسرق شقة فاضية. الحاجة اللي فيها بتاعتي. واللي ينسى حاجة يجي يسحب زي الحرامية كده ويدور عليها، ما تيجي تقول إن في حاجة تخصك في المكان الفلاني، إيه هناكلك؟ نادر معذور برضه يا حاج، ما هو بعض اللي حصل مش قادر يوري وشه لحد في الحتة، ربك حليم ستار. ولقيت الحاجة اللي بتدور عليها؟ أظن ما تجيليش بعد يومين تلاتة تتنطط لي وتقول لي في حاجة تانية. لقيتها. أمشي بقى. اتفضل يا أخويا. عاجبك كده يا كبلة؟ أدي آخرة اللكاعة بتاعتك. يبقى قالي كتير بقول لك اشتري كالون وركبه للباب. امشي كتك القرف، اشتري قلبي كالون وركبه. حاضر يا حاج.